احنا عندنا النهارده اكتر من حاجه مهمه قوي. الحاجه الاولانيه الخطه اللي ممكن فعلا خلاص يحصل وقف لاطلاق النار اما كانش دائم ولكن مؤقت، وهي خطه ال 135 يوم اللي حماس بتتكلم عنها. ايه باختصار تفاصيلها وتوضيحها؟ والحاجة التانية ما يحدث ايضا، وهي نقطة مهمة، في اوكرانيا وفي الداخل الاوكراني والهجمات القوية الشاملة اللي عملتها روسيا النهاردة، والاملاءات اللي امريكا عملتها على زيلينسكي، والتغيرات الكبيرة اللي هتحصل في الفترة القادمة. السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم، أتمنى تكونوا بخير وبأفضل حال، وفضلاً وليس أمراً دعم حضراتكم في القناة باللايك بيفرق كتير جداً. قبل كده سمعنا أن كان في أكتر من مقترح في الخطة الهدنة الخاصة ما بين حماس وما بين إسرائيل، وكلها باءت بالفشل، وباءت بالفشل لأن إحنا زي ما حضراتكم عارفين مع حكومة يمينية متطرفة من قبل نتنياهو، ولحد النهاردة نتنياهو بكل ما أوتي من قوة في الضربات اللي بتحصل داخل غزة على المدنيين، ولكنه لم يحقق لحد اللحظة دي الهدف من العملية اللي هو عاملها، وهو القضاء على حماس، لم يقضى على حماس، وتحرير الرهائن. فبالتالي هم موافقين على اللي يحصل عبارة عن تفاهمات أو هدنة، ولكن نتنياهو مش عايز يطلع خسران. يعني إيه؟ يعني النهاردة عندنا حماس قالت ان في خطة اسمها خطة ال 35 او 135 يوم، عبارة عن 45 يوم و 45 يوم و 45 يوم يتوقف القتال. ال 45 يوم الاولانية حماس تطلق فيها الاسرى او الرهائن من النساء ومن السيدات ومن صغار السن، وبيبقى طبعا في توقف اطلاق النار. وال 45 يوم التانية يبقى فيها اطلاق سراح من العسكريين الاسرائيليين، وفي الفترة دي بتدخل المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية. والفترة الثالثة ال 45 يوم الثالثة بيبقى فيها التفاوض على إنهاء القتال تماما. الحقيقة أن الخطة دي علق عليها بايدن وقال لأ، الموضوع ده مبالغ فيه، ونتنياهو من المتوقع أنه هو هيرفض حاجتين. ده توقعي أنا الشخصي، إن هي تبقى 135 يوم بحيث إن يتم تقليص الفترة دي عن ال 135 يوم. طبعا هدف حماس إن هي تخليها فترة 135 يوم علشان تقدر حماس بدون شك إنها اتأثرت من الهجوم، وأيضا القوات الإسرائيلية أيضا اتأثرت من الهجوم، لكن تأثر قوات حماس مفيش الإمداد والتمويل والدعم اللي بيجي لقوات الكتائب القسام وغيره زي الإمداد والتمويل اللي بيجي إلى القوات الإسرائيلية. فبالتالي من مصلحة القوات الفلسطينية والمقاومة إن يبقى في عملية إعداد وتجهيز من الداخل أيضا، لأن هم أكيد عاملين حساب إن إسرائيل ممكن ما توافقش تماما على وقف إطلاق النار. ودي النقطة التانية، إن نتنياهو مش عايز يطلع من الموضوع بموقف الخسران. في اعتقادي الشخصي إن الحرب دي هتنتهي إن آجلا أو عاجلا طبيعي، ولكن إسرائيل أو نتنياهو تحديدا مش عايز يطلع بموقف الخسران، عايز يطلع بموقف الكسبان. هيحقق مكسبه من إيه؟ من خلال حاجتين. الحاجة الأولى إن هو يعيد الرهائن من خلال إن هو يعمل الصفقة التبادل دي، هو هيعملها، لأن هو من غير ما يعملها مش هيطلع بحاجة. ما هو في المرحلة الثالثة ال 45 يوم الثالثة هيبقى فيه تبادل الرفات ما بين الجانبين، ما هو فيه رفات من الجانب الإسرائيلي من اللي هم ماتوا من الإسرائيليين من القصف الإسرائيلي نفسه، وأيضا حماس عايزة من المحتجزين. إسرائيل عايزة، حماس عفوا، عايزة 1500 من المحتجزين في السجون الإسرائيلية إن هم يطلق سراحهم. فبالتالي نتنياهو باختصار شديد كده عايز أقول لحضرتك إن خطة ال 135 يوم إن تمت الموافقة عليها فما أعتقدش إن إسرائيل هتوافق على وقف تام لإطلاق النار، وأمريكا نفسها بتدعم إسرائيل في الموقف ده. يبقى هي دي النقطة اللي إحنا شايفينها عنوان القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة النهاردة.
عندنا كمان حاجة مهمة وما يتعلق بما يحدث في غزة، تقرير عن المخابرات الأمريكية الدفاعية، المخابرات العسكرية الأمريكية DIA اللي هي بتنقل التقارير بتاعتها إلى البنتاغون. التقارير بتاعت DIA بتتحدث على أن بالرغم من أن أمريكا لحد النهاردة رغم هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أنها أمريكا ما وجهتش الاتهام بشكل مباشر وواضح إلى إيران إنها ضليعة فيما يحدث من هجمات الحوثيين، ولكن التقارير المخابراتية الاستخباراتية الأمريكية بتؤكد إن إيران مولت الحوثيين بصواريخ باليستية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى منذ عام 2015 في تمويل مفتوح من إيران إلى الحوثيين، وإن كل الصواريخ اللي استخدمتها أو بتستخدمها الحوثيين دي كلها عبارة عن تكنولوجي وصناعة إيرانية. هتقول ما هو ما جاش جديد في الكلام ده، لا، في فرق كبير حضراتكم ما بين إن إحنا عندنا تقارير استخباراتية بتؤكد ضلوع إيران في الموضوع ده، أو واحد بس بيشاور كده بصباعه وبيقول انت عملت كذا من غير ما يبقى فيه دليل. الدليل التاني عندنا ان احنا النهاردة امريكا هتقول بقى هتدخل في صراع قدام ايران. انا بأكد لحضراتكم ان لا، امريكا هتضرب ايران، وايران لما بتضرب في هجمات خاصة امريكية الموضوع كله تمثيلية ومتفق عليه. واللي يظن في حضراتكم ان الموضوع عبارة عن مقاومة وايران تقاوم امام العدوان الامريكاني، قولولنا حاجة واحدة ايران عملتها امام السفن الامريكية. مش انتوا شايفين ان ايران لديها القوة والازرع الطويلة؟ طب قولي حضرتك، هل ايران جرأت على انها تدمر مدمرة امريكية او انها تعمل حاجة امريكية؟ يا جماعة حضراتكم كل اللي بيحصل ده عبارة عن تمثيلية متفق عليه. ايه بقى اللي مش متفق عليه؟ اللي بيحصل في روسيا واوكرانيا. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region. النهاردة عندنا النهاردة روسيا وجهت صباحا بدري مجموعة هجمات قوية وشاملة جدا في مناطق تخص مجمعات عسكرية كبيرة لطائرات درونز، لمسيرات بحرية، لمجموعة من برضو الصناعات القذائف والصواريخ في أوكرانيا. النهاردة روسيا وجهت ضربات شديدة جدا باستخدام قاذفات، باستخدام صواريخ بحرية، باستخدام صواريخ عالية الدقة، باستخدام درونز. كانت ضربات موجعة جدا جدا. النهاردة أمريكا بتحاول بقدر المستطاع أنها عايزة تعمل تغيير في الحرب دي. طب هتعمل تغيير إزاي؟ راحوا قالوا لزيلينسكي لازم تغير رئيس الأركان وهو زالوجني، وزي ما قلت لحضراتكم ان زالوجني خلاص هيتشال، وفي كلام بيتقال ولكنه مش اكيد ان زيلينسكي عرض على زالوجني ان هو يكون سفير اوكرانيا في بريطانيا في انجلترا، وزالوجني مبدئيا وافق. الكلام ده هو ليس موثق اكيد، ولكن اللي اكيد ان امريكا مارست ضغوط على زيلينسكي، او نقدر نقول امرته. شوفوا حضراتكم، زيلينسكي ما بيتصرفش تصرف من دماغه، اي حاجة بتحصل داخل اوكرانيا هي بموافقة او بامر من البيت الابيض. فالموضوع ان مش هيتم بس تغييرات من زالوجني بس، ولكن واضح ان زيلينسكي بصدد انه هو يعمل تغيرات كبيرة للقيادات العسكرية الاوكرانية كاملة، بل ان زيلينسكي داخل على تغييرات في الحكومة الاوكرانية من الداخل. اوكرانيا فيها كمية فساد غير عادية، فساد كبير جدا. فالنهاردة مقابل كده ايه قالوا لزيلينسكي، والله انت عاوز بقى تنجح لازم يبقى في حاجة، في حاجة اسمها خطة 500,000، ودي اللي كان زالوجني مش موافق عليها، وهو ان امريكا مدية اوامر لزيلينسكي لازم الهجوم الجاي يبقى اقوى. وهو عندكم الهجوم اللي فات فشل، هجوم المضاد، وقعدوا يعملوا عليه دعاية وإعلان،
ولكنه فشل. فالنهاردة أمريكا عايزة تعزز الانتصار بتاعها ده، يعملوا إيه؟ قالك إحنا نكتر عدد الجنود الأوكران، واللي يموت يموت مش مشكلة، ونعمل تغييرات ودم جديد في القيادة العسكرية الأوكرانية. يبقى مقابل كده هنديله صفقة أسلحة كبيرة. النهاردة الكونجرس هيعمل تصويت على صفقة جديدة أو تمويل جديد بقيمة 10 مليار دولار إلى أوكرانيا. مقابل إيه؟ ما إحنا مش هنديك بقى الفلوس دي وترميها وتضيعها في الهوا زي المرة اللي فاتت. أمريكا شايفة إن زالوجني هو غير جدير بالمسؤولية، هو وقيادات الجيش اللي معاه، فإحنا النهاردة هنديلك أسلحة جديدة مقابل بقى تعمل لنا تغييرات في القيادات العسكرية كلها وتغيرات في الحكومة. خدوا بال حضراتكم إن ده الرمق الأخير إلى زيلينسكي. أنا شايف إن مع التغيرات اللي هيعملها زيلينسكي الفشل الأوكراني هيبقى من سيء إلى أسوأ. يبقى أنا استعرضت مع حضراتكم كده باختصار ما يحدث في غزة والاتفاقات واتفاقية 145 يوم اللي هتحصل، أو 135 يوم عفوا اللي هتحصل ما بين جانب حماس وإسرائيل، وما يحدث داخل روسيا. أتمنى المعلومات البسيطة دي تكون نالت إعجاب حضراتكم، وبشكركم جداً على المشاهدة والدعم لأنه فعلاً بيفرق كتير. بشكركم جداً مرة تانية. سلام عليكم.